السلام عليكم خوتي وخواتاتي الرجاويين، مرحبا بكم في القناة ديالنا الرجاء بالدارجة. إلا كنتوا أول مرة تشاهدوا القناة ديالنا، ما تنسوا تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس وتبارطاجوا الفيديو ديالنا مع الأصدقاء ديالكم، وشكرا لكم. والآن غادي نبداو الأخبار ديالنا لهاد اليوم مع أول خبر، فحوصة كورونا وفريق الرجاء الرياضي. من المرتقب باش تجري مكونات الرجاء الرياضي تحاليل طبية خاصة للكشف عن فيروس كورونا يوم الجمعة. وحسب أحد الأخبار فإن مكونات الفريق الأخضر غادي تخضع يوم الجمعة للتحاليل المرتبطة بالكشف عن الفيروس التاجي، وغتوصل بنتائج نهاية الأسبوع الحالي قبل موعد المباراة واللي غادي تجمعهم بالفتح الرباطي. وكانت الجامعة وأشارت في المراسلة ديالها للأندية الوطنية أن كل فريق مطالب بإجراء المساحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا كل 15 يوم، كيفما أن الأندية غادي تكون مطالبة بتسجيل 11 لاعب بينهم حارس مرمى وربعة البدلاء المشاركة في المباريات بغض النظر على اللاعبين المصابين بكوفيد 19. وغادي يبداو أبناء جمال السلامي شارط الدوري المغربي بمواجهة الفتح الرباطي يوم الأحد على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط انطلاق من الساعة 7:30 مساء. والآن غادي نمروا للخبر التالي، دعوة قضائية ضد جواد الزيات. غيوقع من خريطة فريق الرجاء الرياضي عريضة كيطالبوا من خلالها بإلغاء الجمع العام واللي مقرر عقده في 21 الشهر الحالي، وذلك رفضهم عقد عبر تقنية الفيديو. ووضحت مصادر خاصة أن منخرطين بالفريق يستعدوا لوضع دعوة قضائية مستعجلة للحصول على حكم قضائي لإلغاء الجمع العام. واختار جواد الزيات عقد الجمع العام عبر تقنية الفيديو نظرا لظروف الجائحة، هو اللي رفضه منخرطين الرجاء خاصة بعد إعلان المكتب المسير عن جدول أعمال الجمع العام. والآن غادي نمروا للخبر التالي، شرط جديد من الجامعة للمشاركة في المباريات. ما غاديش يكون مقدور لاعبي الأندية الوطنية لكرة القدم المشاركة في مباريات البطولة الاحترافية بالقسم الأول والثاني بطاقة التعريف الوطنية، حيث رسلت الجامعة الملكية للعبة الفرق الوطنية بالقسم الأول والثاني لإخبارهم بهذا الأمر، وكذلك من أجل تأهيل لاعبيها لخوض مواجهة الموسم الجديد برخصة اللاعبين الصادرة منها. وأكدت الجامعة عبر المراسلة ديالها رفض القاطع لمن لا يتوفر على رخصة كتأهل اللاعب للمباريات المشاركة مع الفريق ديالو في مباريات البطولة الاحترافية، واللي غادي تنطلق يوم الجمعة بمباراة حارقة بين المغرب الفاسي والجيش الملكي. والآن غادي نمروا للخبر التالي، أخيرا عودة الحافظي للتدارب. توصل فريق الرجاء الرياضي لاتفاق مع عبد الإله الحافظي بخصوص المستحقات المالية العالقة واللي جبرت الآخر الغياب عن التدارب، وباش يعود مجيب اللعب لمعسكر النسور وذلك بمدينة الجديدة استعداد المباراة الأولى أمام الفتح الرباطي يوم الأحد المقبل ابتداء من الساعة 7:30 على الجولة الأولى من منافسة البطولة الوطنية الاحترافية. وتوصل عبد الإله الحافظي بجزء من مستحقاته المالية واللي كانت كافية العودة للتدارب بعد ما كان ورفض الالتحاق بالتدريب بعد عودته من المعسكر لإعداد المنتخب الوطني المحلي، وقرر السفر لمدينة أكادير لأخذ فترة استجمام لحين توصله مستحقاته المالية العالقة. والآن غادي نمروا للخبر التالي، قضية جبرون والرجاء الرياضي. مازال الغموض كيلف حول مستقبل اللاعب أنس جبرون رفقة فريق الرجاء الرياضي، لا سيما بعد استبعاده من اللائحة الإفريقية اللي بعتها الفريق الأخضر للكونفدرالية الإفريقية واللي غادي تلعب النسخة المقبلة من منافسة عصبة الأبطال. وذكرت مصادر قريبة من محيط اللاعب أنه باش كيعيش وضعية نفسية صعبة حيت كان كيتمنى تسجيله باللائحة الإفريقية للحصول على فرصة جديدة واللي برز من خلالها المؤهلات ديالو، وكان جبرون على اعتاب مغادرة فريق الرجاء الرياضي في الميركاتو الصيفي الحالي حيث توصل بمجموعة من العروض الاحترافية واللي ابرزها كانت من سندباد الشرق مولودية وجدة. والان غادي نمروا للخبر التالي، غيابات الفتح الرباطي قبل مواجهة الرجاء.
غادي يفتقد نادي الفتح الرباطي لكرة القدم جهود لاعبو الإيفواري سيدريك كودجو في مباراته أمام ضيفو الرجاء الرياضي الأحد المقبل ضمن أولى جولات البطولة الوطنية الاحترافية. وحسب أحد الأخبار فإن الوافد الجديد على الفريق العاصمي خضع الفحوص الطبية يوم الخميس تبتت استحالة خوض اللاعب بواجهة فريق الرجاء. وكان كودجو وشعر بعد الآلم في إحدى الحصص التدريبية الفتح الرباطي واللي جعل الطاقم الطبي الممثل العاصمة يخضع للفحوصات واللي أكدت غيابه عن قمة الأحد. وغادي تقام المباراة المذكورة على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط بداية من الساعة 7:30 مساء. والآن غادي نمروا الخبر التالي احتمال تأجيل مباراة الرجاء في الدوري الاحترافي. من المرتقب باش تأجل العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية مباراة الرجاء الرياضي ونهضة بركان لحسب الجولة الرابعة من البطولة الاحترافية. وحسب أحد المصادر فإن لقاء الرجاء ونهضة بركان تمت البرمجة ديالو يوم 19 ديسمبر الحالي، بينما غادي يتجه الكاف لإقامة نهائي السوبر في 18 من الشهر ذاته، وهذا اللي غادي يفرض تأجيل المقابلة من طرف العصبة. والآن غادي نمروا الخبر التالي الحكم الأقرب لإدارة قمة الرجاء والفتح الرباطي. كشفت أحد المصادر على الحاكم اللي مرتقب يدير مواجهة الفتح الرباطي والرجاء الرياضي لحسب الجولة الأولى من منافسة البطولة الاحترافية إنوي. وحسب نفس المصادر فإن اللجنة المركزية للتحكيم قررت إسناد المباراة للحكم الذكي الرداد. وللإشارة فإن اللقاء الفتح والرجاء غادي يجرى يوم الأحد المقبل على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط انطلاقا من الساعة 7:30 مساء. والآن غادي نمروا الخبر التالي انتهى عقد مستشير مهم مع الرجاء الرياضي. انتهى عقد الإشهار واللي كان وقعوا فريق الرجاء الرياضي مع شركة مختصة في مجال الطاقة والمعادن لمدة سنة واحدة. وضحت مصادر رجوية أن الشركة ما جددتش العقد ديالها مع الفريق الأخضر، موضحة أن توقع العقد الإشهار مع فريق الرجاء ما كانش بغرض وضع علامته التجارية في أقمصة الفريق أو اللوحات الإشهارية، بل خصت مبلغ مهم استفد منه الرجاء كيفوق 500 مليون سنتيم من أجل مواكبة التكوين وبناء مركز التكوين. ولفت أحد المصادر باش تكون الشركة لها نية شراء أسهم في الشركة الرياضية لفريق الرجاء الرياضي أو تكلف بتسيير أكاديمية الفريق حسب اللي كان كيتداولو منخرط الفريق. والان خوتي وخواتاتي الرجاويين انتهينا من فقرة اخبار الرجاء الرياضي لهذا اليوم. الى عجبكم الفيديو ديالنا ما تنسوش الاعجاب به والاشتراك في القناة وتبارطاجيو الفيديو ديالنا مع الاصدقاء ديالكم باش تعم الفائدة. وشكرا ليكم.